بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه باسات بي 6 موتور نسموه احنا 130، هذه فيها مشكلة نتاع تضيع ماء، ما عرفوش منين باش نشوفوه. فما تضيع ماء هنا في تحت الجيار، ما بين الجيار وما بين الريفيجيرون تاع الجيار، خاطر الجيار هذوما فيهم ريفيجيرون جاي من هنا من اللطف تحت الواحد. طبعا باش لازمنا نفكوا الدنيا هذه كلها اللي هو السيبور هذايا كامل. هاو تو هيكل باش يبدا يحل من قدامكم، هو بدا حل لكن قلت وقف لي نعمل فيديو باش نوري الناس. نكملوا هذا قبل نكملوا نفكوا الديريتات نتاع الماء اللي هما شادين في الجيار. باش نشوفوا الطبيعة نتاع الماء، لأن فيها ريفيجيرون وفيها ريفيجيراتور وفيها كور، حتى هيك البابيون فيها تضيع ماء باش نشوفوه منين. شفتوا التراس نتاع الماء اللي هو هذا يضيع، فما باستي وين نشوفوا الماء منين يضيع. كنا نجيب صغيره في وسط الباستي، نجيب صغيره في وسط الباستي. شوفوها هي تو، مش نزلوا نعملوا لها كاب باستي عند التورنير ولا حاجه. يعني ساعات الانسان يعني هما قاعدوا يلوجوا على الماء وين منين يخطر، ما يعني يتخلوش المكان هذا فيه ماء كله ماء هذا. يعني لو هزيناها للتورنا بدلنا لها باستي، هاك اللي كان ضيع لنا فما تضيع نتاع الماء شفتوه، بدلنا لها باستي وتو باش نركبوا ان شاء الله ما عادش ضيع. لان هذه القطعه هذه يدور فيها الماء والهواء في نفس الوقت. بعد ما حلينا هذه القطعه هذه، شفنا الواحد هنا يقول هذه البابيون هذه تتكونس، شوف ما ترجعش الا ما رجعها بصبعنا، ما ترجعش. هذه لازم ديما انسان يطلع عليها ويسرحها ويشوفها ويخلي شيء ينظف، لان مسخه لازم تنضاف. وعندها الممبران هذه من بعد راك كي تستيها هذيك لازم تنضاف، تو باش ننظفها هيك تو نوريها لكم نظيفه. بالنسبه هذه باش نجربوها اللي هي صالحه ولا مش صالحه، عندها نقبه نتاع هواء هنا، ندزوا الواحد على الاخر هكا، ندزوا على الاخر ونشدوا هذا من هنا ونشوفوه يسيب ولا كان سيب، معناتها راهي مش باهيه. ها تو باش نسيب صبعي، ها نرجع هذيك معناتها لبس عليه، ها نعاودو ها لحظه شد سيب، هاني ما سيبش انا نسيبو هكاك لبس عليه، معناتها مش منقوبه هكاك تركب ولا بس. نحلوا الجيار ونحلوا الكور بابيون واحد ننظفوهم فرد مرة. أو هيك أنا معاكم أبو شيل، حلو هذيك البولونة هذيك فيها ثلاثة بولونات، ثلاثة بولونات أطوال لأن حلينا معهم إحنا من الأول. إيش بدك على هذا؟ شوفوا كش موسخ، شوفوا كش معبي مسخ، شوفوا يعني معبي هذه. بعد نحلوا البولون هذا، البولون اللي يجيب اللي يجيب الطيب هذيك تاع الجيار، مش وحده مخصوص باش معبي. شوفوا الكلابين تاع الجيار كاش معبي بنسخ هذاك، تخلي الكهرباء تدخن وما تطيريش بالداء. هذا من هنا كيف كيف والجيار كاش، شوفوا الوسخ اللي يهبط منه، شوفوا الهبط اللي منه، شوفوا يعني هذا ومولاها يشكي من الدخان في التيربو ويشكي من... وهي الدنيا كلها مسكرة ها. هذا يعني هذا قليل من كثير اللي هو طبعا مش هوريهولكم كله على خاطر توا باش نكملوا نغسلوه ونطفوه. شفتوا قداش هبط منه هذاك وهو قاعد معبي، مازال معبي ها. باش نغسلوه، شفتوها نظفناها توا نظفها من رجله، تو باش نوريكم كيفاش الكابتر اسمه كيفاش السيبوب تعرفها تخدم ولا. انزل يا هيكل، انزل على السيبوب هذيك اللي من داخل، وري هنا حط صبع خاطر هي قويه واحده، نجيو هنا نحط واحد يدز واحد يشد صبعه هنا، ما لازمهاش ترجع للاخر. تو نسيب انا صبعي تو تعمل تك، شو عمل تك عاود ها عاود عاملي عاملي نهزها نشد هنا صبعي من الممبران هذه سايبه هيك، كنا نسيب انا تسمع تعمل تك وقتها تخدم بس عليه، كان ما تعملش العمليه هذيك انا ما تخدمش. شفتوها نظفناها
نظيفة ولا ما عادش فيها حتى شيء. هذه لازم تخدم هكا وترجع وحدها اوتوماتيك. كانت ممكن تشوف فيها شفتوها كاش كانت مسخه.